السلام عليكم. معانا كيس جديدة، كلاس 4، طفل عنده 10 سنين، جه العيادة وعنده سنة مكسورة وكان عايز يشوف فيها حل. دايما الكيسز اللي بالشكل ده بتبقى محيرة شوية، محتاجين نشخص كويس عشان نقدر نوصل لأحسن تريتمنت بلان تقدر تفيد البيشنت، وفي نفس الوقت بما انه سنه صغير موضوع ان احنا نبريزيرف الفيتاليتي بتاعت البولب موضوع مهم جدا في السن ده. عشان كده البيشنت في الاول خدنا اكس راي، عملنا يعني كول تيست، وبدانا نشوف هل البولب لسه عايش. والمفاجاه ان الحادثه كانت معموله من 4 شهور، والبيشنت ما كانش في مصر، فقرر ان هو لما ينزل يجي لنا ان شاء الله ونعمل فاينل للسنه دي. واحده واحده بدانا يعني نبص على الأسنان من كل البوزيشنز، ليبيال باليتال، وانالايز الكيس ونبتدي نشوف هنقدر نعمل ايه. خدنا اكس راي، عملنا فيتاليتي تيست، الحالة كانت بوزيتيف مع الفيتاليتي تيست ونورمال ريسبونس، مش سيفير بين، فبالتالي احنا مش بالبايتس. الفكرة ان احنا لما بصينا من الباليتال سايد لقينا ان في جزء مكسور من الروت، بس الحمد لله كان جزء صغير جدا مكسور شويه سبجنجفلي، فخدنا قرار ان احنا هنشيله وبعد كده هنبتدي نباك تفلون ونبتدي نعمل مارجنال اليفيشن للجزء الصغير ده. هنا طبعا كنا حطينا ريتراكتد كلامب زي 212 فور انتيريرز وشلنا الجزء المكسور، وبدانا نجرب ان احنا لو حطينا تور في ام انتيرير ماتريكس او سبون ماتريكس هل ممكن تجيب سيل، لكن للأسف هي عملت بليدنج. وبدأنا نباك تفلون وقررت ان انا اعمل اليفيت المارجن دي باتشو بوند وفلوبل كومبوزيت فري هاند، وبعد كده نعملها فينيشنج بشكل كويس. هنا عملنا اتش بوند وبدأنا نحط الفلوبل كومبوزيت يعني دايركتلي على التفلون فوق التفلون، وبعد كده بالبيريو بير بدأنا نعمل لها فينيشنج، ودي كانت أول حاجة بدأنا نقفلها في الكيس. الحاجة التانية طبعا احنا ما عندناش أي ريفرنس ان احنا نعرف نعيد بناء السنة تاني. واحدة من التريكس اللي انا بعتمدها في معظم الكيسز الفري هاند ان انا بمسك برضو تور في ام انتيريور ماتريكس احطها معكوسة وابتدي احط عليها الفلوبل والباكبل كومبوزيت. طيب جزء مهم جدا من اناليسز بتاع الكالر مابينج بتاع السنه، بما اننا بنعمل سنجل سنترال دي حاجه يعني يعتبر كومبليكيتد جدا وصعبه ان احنا نميمك سنه ناتشرال، اصعب طبعا بكتير لما احنا نعمل 6 انتيريورز او كذا سنه جنب بعض. فهنا انا بحاول اميمك نفس السنه بالظبط، فلازم نعمل اناليسز كويس للكالر عشان نبتدي نشتغل. انا هنا اول لاير عملتها باليتال هي كانت اومني كروما، ده الفريم بتاعي. الاومني كروما طبعا فروم توكياما، واحد من احسن الكومبوزيتس اللي ممكن تشتغل بيهم عشان هو بيديك الشفافيه وفي نفس الوقت اللمعه الناتشرال بتاعت السنه بتاعت الانامل. فبدانا اول حاجه حطينا باليتال اومني كروما، وبعد كده بروكسيمال ديستال اومني كروما، وبعد كده ده كده المنظر بتاعي لما اكون قفلنا البوكس ديستال وباليتال. الحته الصغيره دي عشان اقفل بس الجزء الميزيال كانت برضو باومني كروما. دي كانت اول ستيب وهي يعتبر اهم واحده عشان هي اللي بتحدد الفريم بتاع كلاس 4 بتاعي. بدانا بعد كده نحط فلوبل كومبوزيت في النص وبدانا نباك. هنا كنت بجرب البلوكر، يعني انا شلت الاورنج فلتر وبدات اشوف الوضع ايه، لقيت اللي هو جراي شويه مش هيديلي الافكت اللي انا عايزه او مش هيبقى كروماتيك بشكل مظبوط. ساعتها انا شلته وحطيت مكانه 02 بادي فروم انسبايرو. هنا طبعا انا بدات انوتس اللي فيه انسايزر هالو عايز اقلده، فبدات احط من انسبايرو افكت اسمه ايس الفريم اللي بره وفي النص عشان عايز اعمل اللون اللي هو الجريج بلو اسمه ازور من انسبايرو. ده واحد من احسن انواع الكومبوزيتس اللي بتدي شفافيه شكلها ناتشرال ومش بلوش مثلا زي البلو ستينز او كده او جراي
تو ماتش جراي، لا هو بلوش جراي، فبيدي افكت كويس. هنا بدات العب الايز برضو اللي هو الوايت ستين وبيك ستينز، بدات اعمل فيه افكتس في الانسايزال ثيرد، وطلعته شويه على البادي بتاع السنه زي السنه الثانيه ناتشرال. وفاينل لاير برضو هو كان الاومني كروما، وحطيته على كل السطح الخارجي عشان اقلد نفس الشكل. والنتيجه اعتقد كانت قريبه مش بحد كبير، خصوصا ان الاسنان حصل لها دي هايدريشن، فاحنا يعتبر بعد الري هايدريشن هنرجع تاني لنفس اللون الاصفر شويه ده. بدانا نعمل شويه فينيشنج خفيف خالص بديسكس، وهنا كنا بنشوف اللاين انجلز اللي هي مهمه جدا لو انت بتحاول تقلد الشكل بالظبط. يعني اللاين انجلز تقريبا كانت قريبه، محتاج شويه تعديل بس خفيف في الديستال مارجن سيرفايكو ديستال. يعني طبعا البيشنت صغير في السن زي ما قلنا، فاحنا كنا محكومين بوقت، بس على قد ما نقدر حاولنا نعمل نخلص اول فيزيت بشكل كبير عشان نقدر نوصل لنتيجه فوريه كويسه والولد يكون مبسوط نوعا ما بالنتيجه. هنا كنا بنحاول نمامك الريجلاريتيز بتاعت شكل الماميلونز وشكل السايز الايدج في الرايت والليفت، والاسنان كانت فيها بيريكليماتا اللي هي هوريزونتال رافنس هوريزونتال لاينز، شكلها ناتشرال جدا في الرايت سنترال. عملنا كده بالبيريوبير، وطبعا الفاينل تاتش ايف تويست، ودي كان immediately افتر الصور دي اتاخدت على طول بعد ما خلصنا، والنتيجه كانت اكسبتد. محتاجه شويه تعديلات بسيطه ممكن نعملها ان شاء الله في اقرب وقت. وده ياسين البيشنت بتاع النهارده اللي ساعدني جدا عشان هو كان يعني اكستريملي كوبرتيف. شكرا جدا واشوفكم في حلقه جديده.